والآن نستعرض مع حضراتكم الطقس والأخبار الجوية. مرة أخرى رغدة أبو ليلى. شكرا لكما. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 36-24 الطقس حار، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-23، بورسعيد 30-23، الإسماعيلية 37-23، ننتقل إلى السويس 36-24، العريش 32-24، طابة 35-24، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 39-28. ننتقل إلى الأقصر 40-27 الطقس، هناك شديد الحرارة، أسوان 41-28، الوادي الجديد 41-27، شلاتين 38-28، أخيرا حلايب 34-26. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.